حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يزيد من حالات الإصابة بالعزلة والوحدة والقلق، كما أن تأثيرها على المخ يشبه تأثير إدمان المواد الأفيونية المخدرة. وكشفت الدراسة أيضا أن الطلاب الذين يستخدمون هواتفهم أكثر يقومون عادة بمهام متعددة، ما يجهد العقل ويحرمه من الاسترخاء ويقلل من الجهد اللازم لإنجاز المهام الحياتية الأخرى. فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.